هو كان خاصا لي والآن أحب أن أشارككم فيه لأني رأيت فيه الخير الكثير. هو برنامج هكذا كتبته. نحن هذه الأمور التي تكلمنا عنها تحتاج إلى خطوات عملية، ولا بأس بالبدء ببرنامج معين لأربعين يوم كما في بعض الروايات. الآن أحب أن أشارككم جميعا، من شاء فليسجل، من شاء فليعيد وليسمع مرة أخرى. هذا البرنامج رأيت فيه الخير الكثير. إذا أردتم أن تعلموا ماذا سيحدث بعد هذا البرنامج، ماذا سيحدث لكم من توفيق، إذا أردتم خطوة إلى الأمام بإذن الله تعالى، جربوا هذا عسى ولعله يعمل بشكل جيد بالنسبة لكم إن شاء الله، وترون فيه التوفيق بإذنه تعالى. هو مقتطب كذلك من الروايات الشريفة. أنا لن أسهب في كيف يعني استنتجت هذه الأمور. بعض الأمور سأذكر ما جاء بالروايات، والبعض الآخر سأذكر فقط ماذا عليكم أن تفعلوه إذا أردتم أن تلتزموا بهذه الأمور. فأحب أن أشارككم بهذا البرنامج وأختم به إن شاء الله. هذا كل ما لدي الآن، هذه آخر ليلة، من أحب أن يأخذ عبرة في هذه الليلة فليأخذها عسى ولعل فيها البركة. هكذا سوف أقرأها كما كتبتها، وفيها بعض الضعف لأنها كانت قبل سنوات يعني عديدة، ولكن سأقرأها هكذا كما هي. سوف أذكر بعض الأمور التي فيها الخير إن شاء الله، ولكم أن تلتزموا بها بما تقدرون عليه، فلعل بعضه يصعب أحيانا. إخلاص النية لله سبحانه 40 يوما، هذا فقط تعريف للبرنامج. إخلاص النية لله سبحانه وتعالى 40 يوما وليلة، ومما يساعد على ذلك هو التالي إن شاء الله، لترويض النفس وطرد كل خوف أو أذى. 1. التوسل بالأئمة الأطهار عليهم السلام للتوفيق وتجديد التوبة إلى الله تعالى. 2. تجنب المكروهات والعمل بالمستحبات قدر الإمكان، خاصة دعاء العهد في الصباح والحفظ على الوضوء دائما، والمفروض مكتوب والحفاظ ولكن قلنا قديما. 3. ترك كل لهو أو مجالسة اللاهين. 4. ترك اللحوم والاكتفاء بالطعام القليل سيما الشعير واللبن والسفرجل أحيانا. 5. عدم تناول أو فعل أي شيء لأجل أي شيء سوى أن تتقوى للعبادة وخدمة آل محمد عليهم السلام. ومثال ذلك عدم تناول الحلوى لأن ليس في ذلك إلا اللذة. صحيح أن المؤمنون حلويون، لكن ليس في طور ترويض النفس، كما احتج أحدهم على أمير المؤمنين عليه السلام لأنه رفض الحلوى، فقال له: أليس المؤمنون حلويون؟ فأجابه الأمير عليه السلام بما مضمونه: بلى، لكن ما كنت لأعود نفسي على ما لم أعودها عليه، مشيرا إلى ترويض النفس. 6. مخالفة الهوى. 7. ترك المزاح قدر الإمكان. 8. قلة الكلام إلا في ذكر الله، كالأخ الذي وصفه أمير المؤمنين صلوات الله عليه في خطبته الشريفة: كان ضعيفا مستضعفا، فإن جاء الجد فهو ليث غاب وصل واد، وكان أكثر دهره صامتا، فإن قال بذ القائلين ونقع غليل السائلين. 9. محاسبة النفس دائما في كل عمل للتيقن أن الأعمال كلها لله سبحانه وتعالى، ومحاسبة النفس قبل النوم. 10. الوقوع في كل مخوف تعلم فيه الخير، كما قال الأمير عليه السلام: إذا خفت الشيء فقع فيه. 11. اجعل نية جميع الأعمال لتعجيل الظهور والتمهيد له. 12. الرضا بقضاء الله، ففي الحديث: لو قرض العبد بالمقاريض لكان خيرا له. 13. التواضع لله تعالى كالجلوس على الأرض، خاصة وقت الطعام، من دون إيذاء البدن أو وقوع الحرج. 14. إبلاغ المقربين أنكم في برنامج لترويض النفس،
حتى لا يتفاجأوا أو يتأذوا من أي تغيير، ولا يظن أن ذلك جفاء منكم أو أن ذلك جفاء منكم، ومراعاة مشاعر المؤمنين عامة. الخامس عشر: البكاء على سيد الشهداء عليه السلام صباحا ومساء، ولو بمقدار استماعكم لنعي خطيب مرة في الصباح ومرة في المساء، فتبكون على ما تسمعونه مما جرى عليه وأهل بيته عليهم السلام. السادس عشر والأخير وأختم به وأسألكم جميعا الدعاء: إذا دعوت فظن أن حاجتك في الباب، فاطلب لقاء سيدك ومولاك بكل ما تصنع، ولا تقنطن أبدا، فإنه عليه السلام يشتاق إلى شيعته كما يشتاقون إليه، إلا أنه يعلم الوقت المناسب لكم وأنتم لا تعلمون، فانتظروا الفرج وطهروا قلوبكم للقاء الطاهرين عليهم السلام. وإذا وفقت فقل عند لقائه: السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة، السلام عليكم يا أهل بيت النبوة ومعدن العلم وموضع الرسالة. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين.